بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الجن على هذا الأمر قلنا في قضية الثواب والعقاب. قال الله في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن هم أنفسهم فلما حضروه قالوا أنصتوا. الإنسان يسمع ثم يحكم. فلما قضي أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وغالب الظن أنهم يهود، وربما كانوا من أتباع موسى لا من أتباع عيسى، أو على أن التوراة أعظم أثرا من الإنجيل بمعنى أنها مهيمنة عليه شيئا ما. قالوا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. تمسك بعض أهل العلم بهذه الآية فقالوا إن الجن لا يدخلون الجنة، وإنما منتهى ثوابهم أن الله جل وعلا يجيرهم من النار. وبعض أهل العلم يقول إنهم يدخلون الجنة لكنهم يكونون في ربضها ولا ينالون شيئا من وسطها، وبعضهم يقول إنهم يدخلون الجنة لكنهم لا يبصرون بني آدم فينقلب الحال، كما أن بني آدم لا يبصرونهم في الدنيا ينقلب الحال لا يبصر الجن بني آدم في الجنة. وهذه أقوال قال بها بعض الأجلاء لكن ليس لها دليل يعضدها لا من أثر ولا من نظر، ويبقى الأمر على حاله أنهم كما أنهم مكلفون مثل الإنس فكذلك يثابون مثل الإنس ويعاقبون من ضل منهم مثل الإنس سواء بسواء لعموم القرآن. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وهذا يدخل فيه الجن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال جل وعلا: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهذا من القرائن على أن الجن والإنس في الثواب والعقاب سواء، والعلم عند الله. وقد انتصر الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه وغيره من العلماء لهذا الرأي، وهو الحق الذي ندين الله جل وعلا به.